عايشة 11. أنا سادس بصير سابع. إيه أنتي يا أنا أحب أيرون مان وثور بس. أنا أحب أرسم، أحب أسوي لي سناك، أطلع مسلسل شوي. إيه أعرف أطبخ معكرونية وبيض وبس. سباتت السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم زين؟ زين الحمد لله. شكرا مذيع الهي جاي يلعب. شايف شحن اليوم نقدم البرنامج؟ طبعا اليوم احنا برنامج بالعلبة في وايد تحديات والعاب، وانا عن نفسي جاهزة. انتوا جاهزين ولا مو جاهزين؟ انا جاهز. تبون تلعبون؟ زين قدمتوا البرنامج؟ اي مشكورين يعطيكم العافيه. راح يخصمون علي ليش بس ايش صار كذي. زين احنا الحين عندنا تحديات وايد، انتم جاهزين حقهم اكيد صح؟ اكيد جاهزين. زين احنا شفنا التشيك ليست اللي اهلكم صوروكم الصور، شفنا ونشوف صور نرجع خلونا نشوف الصور تشيك ليست عن تيك عاد يمكن تطلعون شياطين. خلنا تيك على الصور شوفوا ونرجع. شفنا صور وشفنا ان عايشه شيوخه شطار فازوا بالتيكت اللي دخلهم حق مستودع تيلا. ايش رايكم بالمستودع؟ وايد حلو. شفتوا ايش كثر العاب؟ اي ودكم نسوي خيمه، نحط خيمه وننام هني. صح صح. زين شنو اي قسم استانستوا فيه اكثر شيء؟ في قسم كله بينك مال باربيات ما شفتوه؟ لا ما شفنا. بعد شويه اوديكم. اوكي زين كم البرنامج؟ واضح من وجه التحدي شنو صح؟ الافتر ماث والمحاضرات اللي طافت. انزين بما انتم بما انكم المذيعات يعني ف انت لازم تختار اول. نركب فوقك. اول شيء انت تختار. يا البيضة. يلا. اوكي. انا ما كنت متوقع اني راح يطشن ماي، ولا كنت متوقع ان يعني راح يكون فيها شيء. بس هو اللي اختارها، هو اللي مبطت عليه، والحمد لله كنت راح اختارها، بس الحمد لله انه هو اختارها. احلى فقره يوم بطينا على المذيع نعم طشر ماي شوي. فقره اتفاقيات انا احبها شخصيا، بس اليوم طبقوها علي. تلفوني ماي. اختاري. هذه. قطيت علي ماي ها؟ قولي واحد اثنين ثلاث. واحد اثنين ثلاث. جلتر. يلا جلتر لي باكر. دورك انتي. انحكرتي بهاللون صح؟ شيخه. يما. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع تدينا مشينا عشان تعرفون شو واحد اثنين ثلاث الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما طش علي ولا شيء ولا شيء ولا شيء حاشي. انت محظوظه الحمد لله. اعتقد انكم استانستوا بهالفقره لان انا انتلفت ماي صح؟ صح. نشوف التحدي الثاني. يا محمي
بهالفقرة هذه راح نتحدى البنات الحلوين هذولا بأن أكثر واحدة تاكل مارشميلوز بعشرين ثانية راح تفوز بالتحدي. جاهزين؟ وين الحماس؟ أنا ما أسمع حماس. يلا أبي سوي. يلا زوجي يلا زوجي يلا زوجي يلا زوجي. جاهزين؟ جاهزين. ثلاثة اثنين واحد. أيوة هديل تتقدم وقاعد تاكل بشراهة وهاي لولو بعد قاعد تاكل. أيوة لا تطلعون بعض. ركزوا ما لكم شغل ببعض. أهم شيء التركيز عشان نفوز. باقي بس خمس ثواني. يلا شدوا حيلكم. يلا بعد كليك. أساعدك عندي خش مسكي ثنتين وحطيهم مع بعض كذي. خلص الوقت ولازم الحين نحسب. كم واحدة كليت؟ ما تدرين؟ بس كليت هوش خدش وتفوخ وايد صاير. زين نحسب. واحد اثنين ثلاث مع ثلاثة كم؟ ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19. يعني انت كليتي ست حبات وانت يا حلوه يا هديل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. يعني انت كليتي ثلاث حبات. يعني الفايز بهالفقره لولو. عاشت. ولان احنا برنامج بالعلبة ما عندنا حق خسران فكلنا فايزين. يلا بالعلبة. السلام عليكم. سلام. انتم مستانسين؟ ايه. ايش رايكم بالتحديات للحين؟ حلوين؟ ايه. تعرفون تسوون سلايم؟ لا. ما تعرفون؟ أنا أعرف. أنت تعرفين تسوين سلايم؟ راح تبدعين لنا يعني. تعرفين تسوين سلايم وأنت مغمضة عيونك؟ إيه. صدق؟ يلا عيل الحين لازم نغمض عيوننا ونسوي سلايم. جاهزين؟ جاهزين. يلا غمضوا عيونكم. الله عجيب هذا صح؟ صبر 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 لولو نطري خلينا نشوف نطري. الحين بقول لكم واحد اثنين ثلاث عندكم دقيقة زين؟ أوكي. جوزي أنت جاهزة؟ جاهزة. وأنت جاهزة؟ إيه. ثلاثة اثنين واحد بلشوا. ايوه عاشر اوه انت تعرف تسوي لولو صح؟ انت بعد قاعد تسوين؟ جود قاعد تسوي ولولو قاعد تسوي ما يخالف اي لامي انا ساعدكم ان شاء الله بعد انتوا الحين قاعد تسوون صح؟ ها انت قاعد تسوين بعد؟ قوي وايد قوي اساعدك شوفي خلينا نعمل طريقه يلا هات يلا الحين فقزي بس ايوه عاشت ايوه نخلط 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 قولي نخلط 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 ها انتوا جاهزين؟ ايه تحسونكم خلصتوا؟ ايه ثلاثة اثنين واحد هد القفل اخ اثنينكم سويتوا سلايم اثنينكم سويتوا سلايم عجيب هذا ايه انت سويتي لون الاصفر؟ ايه وانت سويتي لون الازرق الفاتح؟ ايه عجيب انتوا شنو تعتقدون منو فاز؟ انت شوفي لولو ايش رايك قيمين لان انت تعرفين سلايم وانت تعرفين يلا قيموا لي منو احسن سلايم هذا انا اشوف هم زين شوفي وهذا هم عجيب يعني ثنتينكم فزتوا مع بعض كان سلايم انا سويت السلايم يعني كنا طين بس انه حلو يعني صاير لونه اصفر وغض عيوني ما اشوف ولا شيء يعني وينات لما حمضت عيني وانا عدوي والحمد لله انا فزت وهذاك شعور وايد حلو فازت انا وياها منو فاز؟ انا عندي اقتراح امسك ايدك ونقول اثنين هم فازوا هي صفقي لولو ليش ما تبين تصفقين؟ ما ادري اشوف يلا روحي من هناك
يلا خلنا نروح نروح الفقرة اللي وراها. إيه؟ جاهزين حقها؟ إيه؟ يلا خلنا. بهالفقرة عندنا تحدي حلو، البنات لازم ياكلون أكثر كمية مارشميلو بوقت وايد صغير اللي هو 20 ثانية بس، أنتوا جاهزين؟ إيه. جاهزة هديل؟ جاهزة. وأنتِ رقية جاهزة؟ إيه. تحبون المارشميلو؟ إيه. في 10 حبات بكل صحن. لازم أنتوا تاكلون كثر ما تقدرون. 3 2 1. هديل هديل عجيبة قاعد تاكل بسرعة، يا رقية لازم تفوزين أنتِ بعد. هديل متعودة تاكل مارشميلو لأن هي تحبه تقول، ورقية قاعد تحاول تاكل وتسوي الأشياء هذه بجدارة على قولتهم. يلا ها خلص الوقت، الحين لازم نحسب. شوف رقية شنو سوت، 1 2 3 4 5 6 7 8. رقية كلت 2 1 2 3 4 5 6 7 8. أم هديل كلت 2، يعني تعادل. ايش رايكم اعطيكم بعد 10 ثواني ونشوف من يقدر يفوز، ولا تتعادلون خلاص يا اصدقاء؟ ايش رايكم؟ يلا الموضوع عندكم قولوا لي. حبيتنا اليهال قاعد يحاولون يجاوبون مع طريقه يعني وبحلجهم متروس، هو طبعا شيء ما يصير يسوونه بالعادي، لكن احنا نبي الرياكشن هذا الظريف اللي يطلع مع من الاطفال لما يسوون الحركه، فوايد عجبني موضوع انهم فرزيكم. ما تبون تتكلمون بنات؟ لا لا بس كنا نفكر. ها رقية شنو توصلتي من القرار؟ نصير صديقات وانا بعد. خلاص يلا نسلم على بعض، قول مبروك التعادل. مبروك التعادل. مبروك التعادل. نشوفك بالتحدي الجاي. نشوفك بالتحدي الجاي. يلا مع السلامة. واحدة تروح من هني واحدة مرة تروح من هني. فقرة السلايم، هذه الفقرة اللي أنا مو فاهمها ولا فاهم ليش الليال يحبون هذا الشيء، بس دام يحبونه لازم نتعلم نحبه. شلونكم؟ الحمد لله. جاهزين حق هالفقرة هذه اللي فيها أشياء كذي؟ وايد وايد وايد. تعرفون تسوون سلايم؟ إيه. صدق؟ سويتوا سلايم بالبيت من قبل أنتوا؟ لا يعني أطلع تجارب التيك توك. طالعين تجارب تيك توك؟ إيه. وتحسين تجارب تيك توك الحين راح تطبق على الحياة الواقعية؟ إيه. بس في هني في شيء؟ لازم تسوون سلايم بدون ما تشوفون، يعني لازم انت تلبسين هذا وانت تلبسين هذا. يلا لبسه الحين لان احنا ما نشوف، راح نسوي سلايم بدون ما نشوف. جاهزين؟ عندكم دقيقة تبلش من الحين. يلا رقية يلا. ساعدني قاعد ساعدك قاعد ساعدني قاعد تسوين صح؟ لا ما يصير ما يصير ما يصير 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 ولا ما يصير؟ ما يصير. أساعدكم ثنتينكم من زين؟ ما ساعدكم ثنتينكم؟ لا تساعدنا ما ساعدكم خلاص ما لا تساعدني ولا ساعدك لا تساعدني. ما يصير حطي شاطرة 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 قاعد أشوفكم أنا ثنتينكم قاعد تسوين عجيب. هني قاعد يسوون لون وهني قاعد يسوون شنو شنو قاعد تدورين شنو قاعد تدورين؟ ما أدري شنو. ها؟ ما تدري شنو قاعد تدورين؟ ما يصير. اسمع اسمع ترى. اثنينكم قاعد اقول لكم نفس الشيء. عشان انتم اثنينكم زينين وشطار وابطال. حمسي 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 حمسي.
ايوه اقوى 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 عشان السلايم يصير قوي. شنو قاعد تدورين؟ قاعد ادور هذا. ليش تبين هذا؟ ما له شغل الحين، انت لازم تسوين حميسه. حميسه شنو انت؟ حميسه شيء تسوينه شيء دوائر 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 دوائر. ثلاثة اثنين واحد. رفعوا رفعوا، بطل عيونكم بطل عيونكم. انت بطل. بطل عيونك، تفضل يا طال عمرك. بس خلاص لازم تدين القفشة. طبعا هني هديل سوت سلايم، سوت كل السلايم اللي ممكن يتسوى بالارض. وهني شنو؟ حلو 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 ولا مو حلو؟ سلايم مو سلايم مو سلايم. زين وانت شنو هذا؟ ما ادري شنو. ما تدرين بس يعني والله شوف. لا والله سلايم سلايم معوي. خلاص الفايز في الفقرة هديل. لعبة السلايم انا احب اي شيء اسمه سلايم، يعني حد يستانس. يعني انا اعشق السلايم، وانا حبيت السلايم، ولما لعبنا كذي كذي انا خسرت، وطبعا هديل فازت. هي انا فزت وهي خسرت. بس هم الفايز بهالفقرة هم انت. قولي ليش؟ نحن برنامج بالعلبة، ما عندنا احد خسران. نشوفكم بالتحدي الجاي صح؟ تبين ياكلون هذا؟ اي ياكلون هذا. عشا 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 عيش ودياي. عيش ودياي؟ اي حلو. شلون عيش ودياي؟ هذا عيش ودياي. شنو صار بالعيش ودياي اللي صار فيه كذي؟ ها شكله يورانيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد مع تحدي جديد في برنامج بالعلبة. هل أنتم جاهزون؟ نعم. أخبار التاسعة تأتيكم مع أحلى سموذي ممكن يسويه أي أحد. فيلا قولونا شنو المكونات؟ بنانا، ستروبريز، شوكلت أند شوكلت وحليب وكراميل وشوكلت. زين الحين شنو راح تسوين أنت؟ What do you think? I want to do a chocolate milkshake. Chocolate milkshake? وانت؟ Chocolate milkshake with banana and strawberry. Chocolate milkshake with banana and strawberry. Aisle 3, 2, 1, go! أبيكم عاد الحين احنا مو أخبار. Yeah. علقوا على الشغل. Okay. نضعوا القليلة من ال First of all, I'll try to do the... This is gonna be so hard. انت مو قلتي تحبين الأخبار؟ Yeah. يلا سوي قولي لنا أخبار شلون يسوون؟ I have first put caramel. I'll put the. هني كراميل وهني كاكاو. تحدي اعتبر صعب. قولي قولي نسكب القليلة من الحليب في الخلاط. طالع الكاميرا وقولي. You like أخبار؟ I'll say the English okay. يلا قولي. We're gonna put a little bit of milk. Okay. And then I'm gonna put banana inside. Banana. ماني قلتي. Minions. Minions. Yeah. Banana. Banana. I don't even ask. I don't know what I'm doing. You don't know what you're doing? No, nah, I just feel like this is gonna go inside my stomach. I guess it tastes good. Looks good. Okay. Adia, can I have the chocolate? Never be scared. Never be scared. It's my stomach we're talking about. We always have Panadol for What's a reason. What's your favorite fruit? Okay, hello. You have Panadol with you? No, we don't have. What kind of fruits do you like? Every kind of fruit. Every kind? Yes, because fruits is amazing. أحسن من الشوكولات والسكريات. بس أنتوا اليوم يعني راح تبدعون فيني. ترى بالرجيم. كلام إنك مخرج. عايز تسوي فقرة كلها شكر. Okay. Oh no. Now I'm gonna put. No chocolate. Oh okay. Ready for now. Milk. I don't guess this is gonna taste good. You don't think it's gonna taste good? But you try it out and tell me. Oh my god. Okay. I guess I'll put one bar. Always take risks. Yes. Then the cover.
Coming from a 12-year-old, what kind of risks you took in your life? Nothing. لعبتي ماريو بالنظارات ولا جربتي من التلفزيون؟ أنا أكثر شيء كان صحاطري الكاكاو اللي داخل. Well, I want to put another chocolate in. What kind of smoothies do you like? Yeah. Smoothies. What kind of smoothies? Yeah. I like strawberry smoothies. Strawberry? Yes. Yeah. I'm classic. Classic. And old. Classic is the best thing. Am I old? No, no, not too much. I guess when I saw you in the pager, you guys didn't even know it. You're like, what's this? A recorder? I want to change. I feel like adding more strawberries. It's gonna to be like crunchy. To be on my good side. I know you. I want you to like it. أنا عجبني الخلاط هذا. Yeah, small, not too much. Do you use it a lot? هذا تلقاه الخلاط عند تيلا. تدرون؟ Really? Mm-hmm. I'll start taking it with me to school. Really? Yeah. So a smoothie on the go. يعني we're healthy, you know. صبر أنا عندي لكم اقتراح. ليش ما دام انتم الحين تعرفون تسوون سموذي زي ليش ما تسوون بالمدرسه؟ بالمدرسه؟ I'm trying out الحين يعني. You'll be the smoothie queen. صح؟ نطلب مشروع مع بعض سموه سموذي كوينز. Club for smoothies. Everybody. Smoothie club. Yeah. Oh I guess I finished. You guess you finished? Yeah, let's hope. Oh. Try it. هني صاير chunky. اوكي اثنينهم نفس اللون واثنينهم نفس الشكل. I'll pray for you. يلا راح تدعون لي يعني؟ يلا. انا متراعد اوت. ويني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجرب مال هلا. That's good. Okay, that's gonna be hard. اثنينهم حلوين. زي ايش رايكم؟ اثنينكم تفوزون بالتحدي ونحلها بالبيت. اوكي. صح؟ اوكي. يا اوكي. دبل هاي فايف. يعطيكم العافية، هالتحدي شوية غير لأن البنات ما راح يسمعون فيه ولا شيء. راح نحط على أذنهم السماعات وراح نقول لهم كلمة سرية، اللي يعرف الكلمة أول فايز. انتم جاهزين؟ نعم. الكلمة السرية سهلة راح تكون. تبونها كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمتين. كلمتين. كلمتين؟ كلمتين اوكي. كلمتين. اوكي. كلمتين؟ كلمتين. ركبوا السماعات. اند اكشن. انت هني اكشن وانت هني اكشن. تسمعوني؟ شوي. تسمعوني شوي. لازم ما تسمعوني كلش. نسوي هذا حده ونسوي هذا حده. كرة سلة. تاكلين؟ كرة سلة. وردة؟ كرة سلة. كويت؟ كرة سلة. كرة؟ كرة القدم؟ صفرة؟ كرة سلة. كرة؟ كرة كرة سلة. نقازية؟ كرة سلة. لعبة؟ كرة سلة. كرة كرة سلة. كرة سلة. كرة سلة. كرة السلة. أخذ كرة السلة. كرة السلة. هذه كرة كلمة السر. شلون قلتي كرة صفرة؟ أيوة قاعد أقول لك كلمتها الأولى صح. أنا ما أدري. I kept on hearing that like, you're doing this, so I don't know you're saying that. Okay, I'm just like doing the كرة السلة. مبروك هلا. Thank you. Hard luck.
Do you wanna go to the pit? Yes. Let's go to the pit. And here we are in the second challenge for today. Are you guys ready for this? Yes. You like jelly and slime? Yeah. Okay, here goes. The rules of this challenge is we will close our eyes with these patches we have. Yeah. You want to call it mask? Blindfold. Blindfolds or mask, whatever. And then we will put our hands and grab as much colored balls as we can. Are you guys ready? Yes. Yes. Okay, now let's close our eyes. Can you see anything? No. Okay, then no. 3, 2, 1, go! I caught one. You caught one? Yeah. Yeah, put it outside. Take some balls. Right here. Yeah, here you go. I found a third one. That's so cool, man. Susu, are you catching? Yeah. You caught a lot. That's so cool. While you guys are doing this, I have good news. Hawawi just got us a tablet and a smartwatch. You guys can win that in the ball pit. Are you guys excited about this? Yeah. Yes. Susu, are you trying to catch the ball? Oh, yeah. Is there any more balls? Come on, man. Two more. I think there's no more. Yes. There's no more? No. Dig harder. No. There's no more. Yeah, we are both winners. Take them off. I'll help you with this. Yay, we won! We took all the balls out of the jelly. The jelly, I picked the ball. I picked 5 balls. And then on my hands is dirty. Squishy. Squishy. And when you finish, your hands were all dirty. You had to wash them. Yeah. We had to close our eyes and we had to take the ball. Do you like it? Yes. Yeah. Do you like the jelly? Yes. You want to dip your hand inside? Yeah. Do it. You want to try too? Yeah. You want me to help? A lot of jelly. Look at this. Okay, let's go to the next challenge. Can we wash our hands? Yeah, sure. Bye, jelly. Bye, jelly. Bye. To the next challenge. And here we are in the third challenge of the day. Are you guys excited? Yes. Do you like Legos? Yes. What's your favorite color? Blue, orange. That's awesome. And what's your favorite color? Yellow. Okay. Each of you has a pile of Legos in front of you. The longest tower is going to win. Yes. Are you guys ready? Ready. Do you want to make a long tower? Yes. Let's do it. I'm Lilo. No, we're all gonna put all of them. Look, a lot. I'll do red. I'll do the reds. You do the yellows. Sarah will do yellow. Yellow and I'll do red. Do the red one. And then we're gonna put them together when they're done. Wow, that's gonna be super high, like Kuwait towers. Yeah. Yeah. I like the colors, man. Yeah. Thanks. That's so cool. You're fast. Is it red? Yeah. And it's red. You make it tall tower. Wait. I'll put all the reds here. This is my little thing. No, you keep the yellows on the plates. Yellow Susu. You're making a wall. That's awesome. We're separating the colors. This is a sword now, huh? Okay, let's keep going. Uh-oh. It's okay, uh-oh. I'll help you. Thank you. You're welcome. Let's go. Thank you. I only went for 3 seconds and you have that thing. Shaheen, that's a big, big tower. Yes. Big tower. Wow, this is so cute. Here, let me help you. It's so tiny. Here. Nahla? Yeah? You have a tall bridge here. Is that a bridge? I'm gonna put it up so it will be a tower. Just like that? Yeah.
That's awesome. What about you, man? Yeah. This is the Hamra Tower. Yeah, the building. Wow. What are you going to sell in it? A sword. You're going to sell swords in your building? Yeah. I'm building a house tower. You're building a house tower? That's cool. Yeah. Can I live there? Yeah. Are you ready, guys? Ready. Are we almost done? Almost. Okay, I'll count to five and then we're done, okay? Okay. Okay. 1, 2, 3. Here's a big tower. 4, 5. Mama, not done yet. Now we stop. Okay. Wow. Is that your tower? Yes. That's very high. Wow. That's high too. You know what we do? Yeah. I'll do something. If we combine this with this and this, we will have a super tower. It's very big. It's very colorful. Very colorful and very big. So, what do we call this? Super tower. Super tower. And I think you guys both win. Yes, I think. Let's go! Everybody's a winner! Yay! الفقرة هذه يعني قاعد نشوف في وايد أكل. إيه. راح تسوون سموذيز. وأنا راح أكون الحكم واللي السموذي ماله أحلى راح يفوز بالتحدي. آه. أنتوا جاهزين؟ إيه أنا جاهزة. راح تعورون بطني ولا تسوون شيء زين؟ لا إن شاء الله أسوي شيء زين. يعني. يلا يلا 3 2 1 جو. شنو؟ زين قولوا لي شنو الخطوات؟ أنا بحط حليب. إيه نضع الحليب قليلاً هنا وأنتي شو تبي تحطين؟ أنا بحط الحليب بس بنطر فبحط شوية فراولة. زين قولي كومنت سوي شو اسمه تعليق صوتي. شكرا. نضع الحليب قليلاً نسكبه كذي يقول يلا. نحط الحليب قليلاً. أنا أو حطيتي هيبو؟ مغري بعدين حرام. أحط الموزو. الموز. إيه في هذا. وأحط الكاكاو. واحط الحليب بعد. زين. وبعدين احط الكاكاو اخر شيء. اخر شيء كاكاو. عشان اخليه. اول حطت شو الفرق؟ اوكي. شوية بعد حليب. بنحط شوية كراميل. ايوه انت الحين شنو حطيتي؟ حطيت كاكاو. اي. ما حطيتي فواكه؟ ما راح يكون حلو طعمه. صدق؟ اي. اوكي. خليني الحين اسوي له ميكس بس ما ادري شلون. شلون اسوي ميكس؟ شلون؟ الحين بحط بعد كاكاو. زين؟ بحط فانيلا انا. تحطين فانيلا؟ اي. الله كراميل مو فانيلا. بس كذا كاكاو قاعد تعذب. الكاكاو كذي داخل تك 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 تك. اوكي. الكاكاو قاعد يسوي بارتي داخل. اوكي. اعتقد يصير زين بس خلينا ننطر شويه عشان. اوكي شيء زين. صار زين؟ اتوقع. ها. اوكي. ابيك تقولين اما الان نسكب العصير. أن نسكب العصير في هذا الكوب. وأنت هنا ماذا تفعل تسكبين؟ ما قولي نسكب العصير. نسكب العصير في هذا الكوب الجميل. في هذا الكوب الجميل. ثم نزينه ببعض الأعواد. قولها هي. ثم نزينه ببعض. أوكي. الحين بحط هذا كله، بحط الشوكليت كله، بعدين أحطه فوق وأحط هذا هذيلي. إيش قاعد تسوين؟ أخش هذا الحين هذا ما هو ضيعتي؟ إيه ضيعت والله. هنضج السموذي الأول. شوكولاتي. شوكولاتي. حليب بعدين برد فانيلا بعدين كاكاو. تسلمي إيدك. والله ما علمت. ما حد. أنت روحك سويت الخطوات. شكله لذيذ. بعدين بحطه فوقه عشان يصير كأنه مع بعض.
يصير شوية كاكاو مع شوية فراولة مع شوية الجزمة هذا موز؟ ايه مو كنا وايد اشياء مع بعض عطيتك؟ ايه هذا اللي ابي كرياتيف ما تبي تحطيه بايدي؟ لا اوكي تحط عود بعدين تشبه اوكي يعني انت سويتي سموذي طبقات؟ ايه ترى حركات وي والله اوكي الحين بحط الشوكلت زين حطيت شوكلت حق السنة الجاية. الحين أحط الكلامر. حط الكلامر. كلامر. ما أدري عاد إذا حلو حلو. سواش لا تزوع. أوكي. الله. عشان شوي يصير حلو عشان يصير ستايل بحط هذا كذي. ما أدري ترى. هذا لازم انا اشربه؟ ايه احب السموذي مالت الايس كريم ما ادري والله ما ادري ما اتوقع بيعجبك ما ادري الله يعني الطبقات الموز مبينه والكل شيء حسيت فيه برافو انا صراحه عجبني شغلكم اثنينكم بس شدت حيلها شوفي حطت لي فراوله ليش ما حطيتي لي فراوله انت؟ ما ادري ما تدرين؟ ايه تحبني اكثر. ايش رايكم بالتحدي هذا؟ ها؟ والله حلو. جازلك تحدي؟ حسيتوا انه شوي دايفرستي؟ ايه احنا حتى هني شوف شكلي قاعد اشوف ايه تدري حالاته شو مسويه؟ حالاته مش حاطه الكاكاو اول من داخل تسويه اي والله صدق بس كاتني كلامك بعد يلا ما يخالف عدام انتم اثنينكم صديقاتي انت هات فراوله وانت هات فراوله وانا فراوله. يلا الفقره الجايه السلام عليكم وعليكم السلام شنو صار فيك انت من التحدي اللي طاف طبيتي بالحوض ما قلتي لي لا عشان شنو هذا كله ماي دمرت روحي يا يلا ما يخالف انت ما دمرتي روحك لا ليش ما دمرتي روحك لا لان الاصدقاء لازم يوقفون مع بعض حتى لما يدمرون روحهم ايه اعطونا ماي نجيب لك ماي لا يلا ما عليه تعرفون شنو قوانين هاللعبه هذه إيه. قوانين اللعبة هذه انكم لازم تلبسون سماعات وانا اقول لكم كلمة سر لازم إيه. واحدة فيكم تعرف كلمة السر أوكي؟, اوكي الكلمة مو صعبة ومر عليكم وايد اوكي جاهزين جاهزين لبسوا سماعة تسمعوني تسمعون شيء شنو تمام قاعد تسمعيني انت كاليميرو دايملو؟ لا مو دايملو، كاليميرو. ها؟ كاليميرو. ما. عين؟ كلمة واحدة. كلمة واحدة. ايه. كاليميرو. فلافل؟ مو فلافل، مو داليمو. كاليميرو. ها؟ كاليميرو. ها؟ كاليميرو. ما. ماما؟ لا. كاليميرو ها كاليميرو كامالو كامالو لا مو كامالو لا مو دمالو كاليميرو تكلموا تكلموا يعني قريب من كاليميرو كاليميرو ها كاليميرو ما اسمع كاليميرو علموا علموه كيف يجفو فجفا وهذا ثاني هاي ما له شغل كاليميرو ها كاليميرو داليمير؟ لا مو داليمير، كاليميرو. سمعوا. سمعوا؟ سمعوا سمعوا كمان كاليميرو. ها؟ كاليميرو. ريموت؟ كاليميرو. جلمو. كاليميرو كاليميرو ما تذكر؟ خلصت. خلصت؟ أنت قلت لنا لما شو اسمه خلص قلت إنه كان باباي قديم. أو قديم. وايد عالي. تدرون شنو كانت كلمة السر؟ شنو؟ كانت وايد سهلة. شنو؟ كاليميرو. كاليميرو. شنو هذا؟ شنو هذا؟ كاليميرو. مو سهلة. كاليميرو كاليميرو. ما تعرفون كاليميرو؟ باب واي. تعالوا وراي. تعالوا وراي تعالوا وراي. دزوني هناك. بالقلب.
انت وينك وينك؟ وين طولت علينا؟ هاي وينك؟ شوف شوف انت لسان شطولة زين وانت خسر انت هذه اسمها وين لساني هاي انت لسان بس هاي 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 لا لا اوكي وينك؟ شنو ويني؟ ما موجود كان في شاحنة برا قاعد تحول اي انت مو المذيع المفروض ما تطلع انزين الحين اروح اقول حق مال الشاحن لو سمحت ممكن توقف شاحنتك علشان البنات يسمعون صوتهم هم يروحون ليش انت طالع؟ لا عادي احنا نصرخ ما يصير وانتم تصرخون؟ يلا صرخوا ما يصير في شيء انت من قلتي هاي فجأة شيء وانا ما يصير في شيء اسمه تكيت الحين هذه الفقرة لطيفة راح نشوفكم تاكلون 10 قطع من المارشميلو في كل صحن حلوين البنات كذي ياكلن لا البنات كذي ياكلن هذه الرجال كذي ياكلن مو البنات كيفكم عاد ما احب الفقره والتحدي يقول ان انتم لازم تحاولون تخلصون كثر ما تقدرون من المارشميلو ب 20 ثانيه فقط عندكم 20 ثانيه تبدا 20 من 10 واحد اثنين ثلاث نشوف فاطمة دايسة ايوه شعرها دايش بالصحن وين هاي اكلي بسرعة يلا خلصي شوفي فاطمة قاعد تفوز اصلا دانا قاعد تحاول تحشر كذا ما تقدر مارشميلو وبقى زي عضي شو حركة حبي لا تنفسينهم فاطمة هو نايس فاطمة فاطمة والله بعض توا قاعد تقول ريايل ما ياكلون كذي البنات ياكلون كذي شوي شوي ما شاء الله صعب شنو قاعد يصير يعني ما زين خلصوا بال 20 ثانية خلصوا ردي كل اللي مو بحلجك لو سمحتي ردي كل اللي مو بحلجك لا هذه برا هذه برا سمعتي اوكي خفت عظمي زين أربعة أربعة حلو في دانا عجيبة كانت بفقرة المارشميلو بعد لأنها حطت كل المارشميلو بحلقها لدرجة أنها ما قدرت تتنفس حبيت أن اليهال قاعد يحاولون يجاوبون مع طريقة يعني وبحلجهم متروس هو طبعا شيء ما يصير يسوونه بالعادي لكن احنا نبي الرياكشن هذا الظريف اللي يطلع مع من الأطفال لمن يسوون الحركة فوايد عجبني موضوع أنه فرمكم زين فزت زين لا انا اللي فزت مره ثانيه باكل شوي شوي نفس ما فاطمه قالت انا فزت انا مو قلت لك بس البنات ياكلون شوي شوي انت ما صرت تاكلين كذي انت راح تكون في مشكله تعال انت ورايا تعال بيت تعال السلام عليكم هالفقرة هذه أو التحدي هذا تحدي للسلايم اسمه سلايم هذا التحدي لازم نخلي البنات الحلوين هذولا يسوون سلايم بس في تويست يصغيرونه راح يسوونه وهما ما يشوفون انتوا جاهزين؟ يس أنا بلعب السلايم هذا على ما أنتوا تسوون سلايم ويت ما يصير هي مالتها عندها عيون مالتي كذي مقمضة عيونها يعني أكيد إن هي راح تخش يعني هي راح تشوف من العيون اللي مو عيونها دانا لبسي القناع مالك لو سمحتي وفاطمة خلاص لبس لا غطي عيونك اوكي لا ما غطيتي غطي عيونك عدل وانت غطي عيونك عدل ونقول عندكم دقيقة علشان تخلصون هالتحدي واحد لو سمحتي ماخذ يدك واحد اثنين ثلاث طبعا انتم ما ادري قاعد راح تشوفون ف الله يستر ما تدري الصب ليش؟ ها؟ بطلي بطلي بطل هو ايوه ايوه تبطل يلا جرب يلا الحين الحين قاعد ينصب اي قاعد ينصب فيه شو قدر قاعد لازم تحطون كمية كبيرة ولا صغيرة انا ماني عارف بس اوكي انا ما ادري شو انا قاعد اسوي بيتزا ابي سلطة اوكي اوكي لما يصير شوية وايد مو مبطل اوكي كا انا بطل صبر ما تبطل خلاص لا دقيقه يا الله مو راضي يتبطل ليه تنزح علي يبا صبر اعطيني قفشه شويه ايوه تبطل يلا هات 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 وين ابي قفشه ها يلا قفشه وين القفشه عندي قفشه خلاص كمل بيتزتي ما قاعد يصب شلون ما قاعد يصب
اوكي تبا صبيته. انت ما قاعد تشوفين شلون قاعد تسوي؟ ما ادري. بس اوكي. زين وتحطين الكلام مره ثانيه. ها كذي زين؟ ها؟ وايد شوي. لا زين 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 يلا روح المرحله الثانيه. تبطل؟ ها؟ تبطل؟ تبطل. عادي عادي ابطل هني كامل. يصير عادي. شلون؟ اشياءكم ما شلون قاعد. شلون؟ شنو شلون اساعدك؟ ايه. يلا. وينه عطنا؟ كاهو كاهو. يلا صبه. قاعد اخلطها صح؟ ايه قاعد تخلطين. ايه كذي زين. زين؟ ايه قاعد افقصها كلها. شنو العنف؟ زين روحي المرحلة الثانية. شنو يقول؟ شنو؟ شنو نسوي؟ شنو نسوي؟ في يعني انت تقولي لي لازم انت تسوين. اوكي ابي شيء ثقيل. ها؟ ابي هذا الشيء. شنو الشيء الثقيل؟ لا وينه وينه وينه؟ وينه شنو؟ وينه؟ ما في واحد. اللي نفس هذا وينه؟ كاهو. كاهو كاهو. قاعد يصير قاعد احس قاعد احس. قاعد يصير؟ اي لانه صار شوية ثقيل. صار شوية ثقيل. بس وايد هذا شنو وايد شوية. وايد شوية. وايد شوية. أكثر شيء اليوم عجبني هو مال السلايم لأن نتعلم شلون نسوي سلايم وإحنا مقمطين عيننا. أنا عجبني فيها لما لعبنا فقرة السلايم، صدق ما عجبتني فقرة السلايم بس استمتعت وياها. ها شنو صار؟ على إيدي. شنو صار؟ أنت قاعد تسوي شيء صح؟ أنا لا ما قاعد أسوي ولا شيء. إي واضح من السلايم. ولا خلص الوقت. لا. رفع عيونكم. ما حطيت شيء. ارفعها ما أقدر. أوفي حزقت. وي عجلة هذا انت شلون سويتيه؟ ما اسوي. وي شنو صار؟ شنو هذا؟ خلينا نشوف سلايمك لو سمحتي. عطني بس. اي انا احسن انا احسن يعني انا افوز. انت قرري سلايمها احسن من سلايمك؟ اي عرفنا من الفايز؟ اي مبروك. صبر داعي. صبر صبر. عطني يدك. مبروك. لا داعي. نفس لا داعي؟ سوي شيء لا داعي لا داعي لا داعي طلعي هدي. هذه هي كلمتي. اي يلا قولي لا داعي لا داعي طلعي. لا داعي باي. هاي باي. يلا مع السلامة روح هناك. شنو هذا؟ كنا ار بيز. ويييي ابي اشوف واحد ثاني. ويييي اكل اكل. ويييي مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا اللي انتم قاعد تحنون عليه من اول البرنامج؟ ايه. زين انتم وايد متحمسين. طبعا. اذوني مبطت. ايه. تدرون شنو الجائزة؟ لا. ما تدرون شنو الجائزة؟ المهم المسابقة هذه لازم تطبون داخل الحوض وتدورون الكنز، اكثر واحدة تلقى كنوز تفوز. انتم جاهزين؟ ايه. كيف جاهزين؟ اعطيني اذا كذي. في 30 ثانية، أنتوا جاهزين؟ يلا! لقيت! يلا واحد، أعطيني إياه، حطيني إياه! أمونة لقيت أنت واحد، أوه! شنو هذا كبير؟ ترى قاعد أدور، دوري دوري بسرعة دوري دوري! يلا دلال تعال أعطيني الصندوق بسرعة بسرعة! في واحد ثاني! يلا أمونة! يلا دوري دوري! وين غاصت ما تبين دشي داخل داخل دوري عشان اسوي كذي وروحي داخل اوكي حبيت النطه ها في بعد شنو هذا اوه يا مال ما في غوص على اللؤلؤ يا اوه يا مال يلا عمول اعطيني اعطيني صندوق حنحطه مني قاعد يغوصون يبون اللؤلؤ والجوائز ها ها شنو في بعد ولا لا؟ كم بقى وقت؟ يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 والفائز بهذه الفقرة بثلاث كنوز أمولا وصلنا حق الفقرة الأخيرة ايش رأيكم بالبرنامج
حلو. استانستوا بالعلبة؟ وايد وايد. زين احنا دائما قبل نقول اللي بالجدر يطلع الملاس، بس احنا عندنا هني غير، اللي بالعلبة يطلع الملاس. عندكم ملاس؟ عندكم ملاس ولا لا؟ اولا شنو يعني؟ ملاس هذا القفشة الكبيرة اللي يحطونها بالعيش عشان يحطون تشبون. ايه لا. إيه؟ انت عندك ملاس؟ انت ما عندكم ملاس بالبيت؟ بالبيت بس هني لا. هني ما عندنا؟ عايش نسوي؟ زين منو يبي بطل هديته اول؟ انا. انت؟ اكيد؟ يلا بطل. زين شفتي انت صندوقك؟ حطيتك مع قطوه. عندي قطوه. عندك قطوه؟ سولفي لي على قطوتك على ما دلالتها. ميو ميو ميو. هذه لغه القطوه؟ تعرفين لغه القطوه دلول؟ ميو 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 ميو. شنو هذا؟ سلايم. سلايم سلايم عجيب. اشوف ايوه بطل الشيء. شكله فاضي ما في شيء. خلينا نشوف السلايم. يابا انت تبي السلايم؟ اكيد. زين وتسوين سلايم وايد اشياء واشكال والوان؟ ايه. انا ما اعرف له بس يعني هذا شكله انا احب اسوي سلايم واوديه الصاله عشان امي يروح شبتها. امك لا شبتها بالسلايم؟ امي ما تحب لي. يعني كل يوم اليوم سوي سلايم وايد ولحقيها عليك تسع شويه. زين يعني الحين انت تعرفين تسوين هذا الشيء؟ ايه. هذا كنا مطبخ دلول. هذا مو مطبخ. شكله مطبخ. شوفي في هذا اللي مال المقادير وفي ماي وهني شنو هذا؟ سلايم باودر. عجيب. يعني هذا باودر. اي كان مكتوب سلايم باودر. يعني هذا الحين تفرينه كذي وهذا ينزل تحت بعدين تدخلين على الماء وش يصير سلايم؟ انا قبل انا اختي كان عندها اياه وانا قبل كله اروح حق امي ابنت له بس الحين عندي اياه بس خلاص الحين ما ولا منه تحد. خلاص راح ادور شيء احن على امي. شيء ثاني؟ اي شيء ثاني. الله يعينها امك. زين ودي ما تبي تبطلين هديتك؟ ها؟ ما حد يبطل معك. ما انا بنبطل وياك يلا. انت بطلي واحنا. اشمعنى ما حد يبطل معاها واحد يبطل؟ احنا نسولف. يلا احنا نسولف. هي تبطل احنا نسولف. انزين سولفي لي عن السلايم. شنو في هذا؟ تعال ساعدني ساعدني. انت ما تبي تبطلين بروحك. كلنا بنساعدك كلنا. انقلبه كذي ونتهاوش وياه. شنو هذا؟ شنو هذا؟ صدق شلون باربي شو اسمه اسطوانيه تحطها بالماي وتطلع. اوه هذه اللي تحطها بالماي وتصير كبيره. كبيره. اوه عجيب. لا لا هي اول شيء ما راح تكون لابسه شيء ولا عندها شعر ولا شيء بعدين راح تحطها بالماي تطلعها عليها ذكريات. اوه ما عجيبه السوالف. بطلنا هداياتنا. أوه. انا طلع لي سلايم. انا طلعت لي الباربي اللي داخل الماي. يعني هذا الحين اذا حطيناها بالماي يطلع لها ملابس. ها انت ما راح ابوقها منك انا العب باربي؟ ما يصير العب باربي انا قال كبير ريال. انت تلعب مع اختك او بنتك باربي؟ ما عندي بنت ولا عندي اخت. عندي صبيان اثنين. اوكي تعلمهم على الباربي وتلعب معهم. صبيان اعلمهم على الباربي؟ العب وياهم كره انا. خلاص اعلمهم يسوون سموذي عشان كل يوم يسوون لك نفنوف. النفنوف مو داخل عيني. شوف سلايم سلايم. اوكي خلاص خلينا نخلص الحلقه بلشوا يطقون. شكرا ماما انها جبتيني هني ووايد استانست بالمكان. احبك بابا وشكرا وديتني هني. بالعلبه. أيوة أيضا بالعلبة. أيضا بالعلبة.